السلام عليكم. واش راكم؟ مع صباح الحمد لله. شو يا ابو جمعه دوك انا حاصل فيه واحد الحصله خليها ربي سبحان الله. على بالك كيفاش الحكايه؟ السيد على بالك يسالي 3 ملايين و200 هاك معايا، وقلت له انا اعطيتهم لابو جمعه هو باش يامن، باش يامن بلي الدراهم ما عندك ودوك يجي يدومونديهم عليا. قال بلي انت ما عندك وخلاص، هذا ما كان فكني وخلاص. 3 ملايين و200 يا خي معليش الله يسلمك ربي يبارك فيك اخويا. المهم كي يجي اخويا قال انت هو ابو جمعه صاحبي وخلاص. شوف كيفاش تفريها معاه وخلاص. الواحد وحاصل ان شاء الله. واش تقول لهم؟ شنو نقول لك؟ انا الهم راكبني راكبني خليه يزيد، نهزوا الهم على خوتنا الرجال وخلاص. البابور قال لك هذا يسوقوا واحد واعر شويه، نهزوا على اخونا واعر على بالك. لا يا اخوانا ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله ان شاء الله ونرضوه ونقنعوه ان شاء الله. المهم قال انت هو صاحبي ابو جمعه وخلاص. يعني حصل حصله تاع الكلاب. لا حاجه ظروفك تعرف شغله بطاطا البصل دجاج كلش زاد. واني حاصل واش راه نقول لك؟ انا عندي واحد وليدي مات لي والاخر راه يلقف. واحد عنده عام الله يرحمه. انا راني قاعد هنايا انا جابني الهم يمشي. اهلا جلالي صحيت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا خويا انت يا والله ما تحشم سمعنا وتجري في يعني منا عاني منا عاني رحت هاني ولي خلاص خلاص مع يا خويا بقى 7 ملايين بيناتنا وراي الامانه تاعي. 3 ملايين و200 مازال تمشي. 3 ملايين و200 هذوك ملايين و200 عطيتهم لخوك. 3 ملايين و200 كيف هذوك الحل؟ عن بو جمعه. بو جمعه اي ورا بو جمعه اللي تكلفتهم له. ما عندك بو جمعه؟ باذن الله. هاو كيف هذا؟ انا المراه راح تزيد هكذا لازمني المدخول. لازم. يا هاو كيف راني غالط؟ يا خويا واش راه نقول لك اصبرني شويه برك هذا ما لا 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 نديهم دركا دبر راسك. فكني فكني ابو جمعه هذاك. اي 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 خلوني نروح. اي 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 مانيش نلعب ومانيش نضحك خير من اللي تدور عقليه واحده اخرى. اي يا خويا انا مستعد نخلص انا في بلاصتو يا خويا. ارجو تليفونك. ارجو تليفونك. لا 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 حاجه. اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك اخويا. اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك. خليه خليني. تفضل. لا راجل كيما هذا يسوى ويغلى. خلاص ارى لهنا. خلاص ارى لهنا. خلاص 3 ملايين و200 هذا ب 100. خلاص دوك نهضر معاه. قعد هنا. قعد معنا. قعد معنا. من قعدش؟ الله يسترك. الله يسترك. انا قلت لك انا نرجع الكلام انا هذه والله غير نرجع لك يا ودي ذركا. يا خي قلت لك بو جمعه. ها ما كان لا بو جمعه ولا عيسى ولا اش ندير حمص. عطوني دراهمي ذرك. ايوا دوك نبدا نقلب في زوج. راك تعرفني كي يطلع لي القرموط فين وليداي. الله ارجع نقول لك فضلك يا رعيب. قادر تهزني؟ ما عندناش الله غالب. بو جمعه كتشوف دار بهم زاد سلفهم لواحد المريض دار عمليه خا كيما قلت لي من قبيل. سهل عطيني رزقي دبر راسك فك انا. بو جمعه مانيش نضحك خويا مانيش نضحك راني مغزل ما تخلينيش نلايم عليك الغاشي هكذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مانيش جاي هنا نتمسخر خاطرش دوك تدور عقليه واحده اخرى. خلاص خلاص راك تعرفني كي نبدا ندرس في الوجه. خلاص 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 خلاص. هيا راه لهنا. هيا خلاص خلاص. جمعه نهضر معاه تعيش. الله يحفظك ابو جمعه. انا نحسب لك 3 نلقاو معاه نهضر معاه الا ضغط ما لقيتوش. خصنا دوك يهضر معاك خويا ابو جمعه. قول له ابو جمعه قول له عفسه. والله غير انا محمد رسول الله. والله غير راه قلبي عند وليدي. والله غير قلبي وعقلي راه عند وليدي. قلت عندي واحد عندي عام اللي دفنته وهذا على فراش الموت. الله يرحمه. الله غير الهم راه مشاني جابني من النار وقالت لي انا نمشي كيما بول ما على بالي حتى وراني رايح. شوف داري شوف حالتي شوف كلش. عربي لي يعني. خلاص بوش مع اخويا خلاص. استغفر الله العظيم لحاله قوة إلا بالله.
وجمع سامحنا اخوي. اللهم استعان. لا اسمع محمد ليش معليش الله يبارك. والله ما نكذبش عليك اقسم بالله يا مرحبا. قول لك والله العظيم شوف يا والله يا الاخ الكريم شوف عمري احنا ما درنا غير قلب تاع الكاميرا المخفيه هذا راهو صاحبي راك معايا انت انسان ما شاء الله راك بلغت رساله انا ما نكذبش عليك والله عمرها ما طاحت لي الدمعه في الكاميرا المخفيه في اول مره قسما بالله والله غير اول مره طيح لي الدمعه يعني ما نكذبش عليك شغل قيسني قلت لي عندك وليدك مات وليدك او يلقف لا حول ولا قوه الا بالله سامحني يا خويا الله غير سامحني والله غير وربي يشفيه اتمنى من المشاهدين الكريم الغباء نسأل الله ربي عرش العظيم ان يفرج عنك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله امين امين لكل من ذاك يا رب ان شاء الله احنا جينا برك نتصل معاك ونشوف الميساج كيفاش اسكو انسان كي يقول لك هاك خليت عندك الامانه اسكو انت تقول له صح تمشي معاه ولا لا لا ولا تنصحه ولا تسقي عليه لا لا مشي اقنع واحد ان شاء الله وليد سيكتور ولا عصيفه الحمد لله ما شاء الله هذا الاخ يا تربي بها الله يبارك محمد والله غير انت انسان طيب والله غير انسان طيب تاع الصح شوف ما بلا تاع الاولاد دوك انت شوف ربي يسترك والله غير نوقفوا معاك كما يقولوا ما كاين حتى مشكل والله الحاجه اللي يطلبها راك خونا ان شاء الله ربي ان شاء الله والله ربي ان شاء الله وليدك هذا ويبرى ويشفى ان شاء الله ويعاود كما يقولوا تنحالك الغبينه هذيك وربي يسترك ان شاء الله عجبتني ثاني في حاجه راك فري وليد فاميليا جيت نقعد معاك باش نقول لك فكني في مشكل قلت لي يا خويا خلاص قلت لي انا راني بالمشاكل نزيد نكملها معاك ديجا في الاول ديجا راك قيس انت همك يكفيك وزدت هم والله العظيم خويا محمد وربي يبارك فيك وراك وليد فاميليا وربي ان شاء الله يعني ربي يرزقك بالجنه ان شاء الله ربي يرزقك بالجنه وربي ان شاء الله يشفي لك وليدك هذا وراك خونا والله اي حاجه تطلبها دوكا اقسم بالله العظيم والله غير حوايجي نمدهم لك وربي يحفظك فيتو فيتو يا اخا والله غير ربي يحفظك والله راك خويا الله اللي مقامك والله راك خويا قسما بالله قلت لك انايا والله عمري ما طاحت لي الدمعه في كاميرا مخفيه سي اول مره ربي يحفظك يا خويا ربي يسترك ان شاء الله دوك واش راح نقول لك هاي طوموبيل نقاري الهيكا الله يبارك فيك ولا في قلبك في الرخاء وراك هنا يا خويا محمد هاي هنايا الله يبارك زيد شوف ما شاء الله يا خويا المشاهد الكريم على الاقل يشوف البسمه في وجهك اخويا ان شاء الله ويدومها ان شاء الله نقول لك لا اله الا الله ان شاء الله ان شاء الله يربي يدوم محبه ما بيناتنا ان شاء الله جزائريا اولا ومسلمين ثانيا ربي نطلب ربي ان شاء الله يفرج ربي هم على كل مؤمن مذقت به وكل مؤمن ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا خويا ربي يحفظك ان شاء الله هذا ما نطلب ان شاء الله نطلب لهنا ان شاء الله ان شاء الله لبلادنا ان شاء الله وشعبنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا خويا كاع راهم مهموم كما يقولوا بلغ لا وبالدعوي تاعك ان شاء الله رب العالمين كما يقولون ان شاء الله ان شاء الله واش نقول لك ربي يتقبل ان شاء الله دعاء كل مؤمن ان شاء الله امين للخير ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله خويا محمد معليش انا العباد اللي عباد لي وجههم رقاق والله ما قدرت باش نقول لك روح اذا مطلوب وكذا ما قدرتش بعد حوايج الموضوع خرجاني طاف وكاع يدي معليش راك شايف البركان كيعود يتكتك تخلط فيه خيفان صح صح اسمحوا لي على كل لا انت اللي سمح لي ولا صافي بيزير بالعكس سمح لي والله غادي يفولي عليا شويه ولا غادي ما نكذبش والله ما نكذب عليكم يعني ارتحت شويه والله الحمد لله بانت لي رانا بالك زيدنا لا لا والله والو والله غير هذه ماشي كاميرا مخبيه اللي درناها معك هذه تجربه انسانيه والله تجربه انسانيه عباك المشاهد الكريم كي راك يشوفك هكا سبحان الله واش يقول شو الانسان هذا مالغري راه قال له سمي روحك بوجمعه وقول باللي انت سالي الدراهم واش قلت لي انت؟ قلت لي خلاص انا ندبر راسي انا راني في الهم نكمل عليها. عبدة ربنا اخويا. يعني خويا تبارك الله ربي يحفظك يا خويا. الله يكثر من فعلك ان شاء الله. اللهم امين يا خويا. السلام عليكم اخواني الكرام رانا مع اخويا محمد حبينا نديروا له قالب تاع كاميرا مخفيه ارجع تجربه اجتماعيه ماشي قالب الكاميرا الخفيه
الاخ محمد عنده الابن تاعو اللي ولي توفى ربي يرحمه، نطلبوا له بالدعاء ربي يرحمه، وعنده وليدو راهو قراف، نتمنى من المشاهدين نعاونوه بالدعاء ان شاء الله ربي يشفى ويعاود يرجع كيما يقولوا الحاله تاعو ان شاء الله. خويا محمد بارك الله فيك ويكثر ويكثر من امثالك خويا، راك مديت صوره مليحه كيما يقولوا المواطن الجزائري اللي دفع الاخ تاعو بكل الطرق، يعني واش راح نقول كيما يقول لك هذاك المثل تاع زوالي وفحل، يعني راك فري وليد فاميليا ويسلم ان شاء الله نكونوا في ذاك المستوى ان شاء الله. ربي يبارك فيك، بارك الله فيكم انتم، ربي يسترك ونشكر الحصه هذه ان شاء الله، وقول لهم الناس ان شاء الله تكون هذا الميساج تاعي هذا ان شاء الله خوتنا الجزائريين كاع ان شاء الله. امين. ونكونوا ماشي كيما نقولوا احنا اللي يجي يدير لك العفسه هذه تقول له وي، او كيما نقولوا احنا شغل له يتمسخر بيا ولا حاجه، لا بالعكس تنوي برك صح انويها برك، هذا ما كان انويها ربي سبحانه، هذا ما كان يا خويا، لا مديتك مديتها ربي سبحانه، ربي يسترك اخويا محمد، ربي ان شاء الله ما يخلي حتى ما في حصره ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا خويا، ربي يسترك ونتمنى النجاح ان شاء الله لخوتي هذو اللي موقفين معايا ان شاء الله، ولاد القناه ان شاء الله، واللي راهم ما وراء الخفاء كما يقولوا، نقول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم اخويا محمد، اخويا صحه فطوركم وسباقه وصحه رمضانكم ان شاء الله، وكل عام انتم بخير، ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعطيكم.